عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة، معكم عبد الحق عيد بن الحشن، رب أسرة من 4 أفراد، ومستخدم أو كنت مستخدم بهذه الشركة كما كتشوفوا، ديال شركة سي بي جي اس كوكاكولا مراكش. أزيد من 12 عام من الخدمة بكل إخلاص وبكل تفاني، وكنتفاجئ بالخير بالإدارة كتقوم بالطرد التأسفي ديالي بحجج وأدلة واهية لا أساس لها من الصحة، وقدموا الملف في القضاء لأن متأكد من البراءة ديالي بحكم الحجج والدلائل التامغة اللي كنتوفر عليها، وأنا على يقين أن القضاء المغربي غادي ينصفني. هادشي خوتي ماشي غريب على هاد الشركة، هادي شركة سي بي جي اس كوكاكولا، لكن ما كتبان لكم مزوقة من على برا، وكما كيقولوا تعرفوا أو لا، كنظن أن أغلبية المغاربة ومكونات المجتمع المدني كتبان لهم هاد الشركة من على برا مزوقة زوينة مزيانة هي هاديك، وما خفية كان أعظم. اللي ما كتعرفوش أخوتي هو أن هاد الشركة هادي فيها الأجور جد هزيلة، وبالمقابل كاينه ساعات عمل قياسيه. اللي ما كتعرفوش اخوتي هو ان هذه الشركه ديال كوكا سي بي جي اس ما كتحترمش المعايير الدوليه لشركه كوكا كولا. ناهيكم على الاطر الشابه اللي كتخرج من هنا وكتحاول تقلب على راسها في بلاصه اخرى، كيحاربهم يعني في لقمه العيش ديالهم، القمه ديال المكر والقمه ديال الخبث. كتبان شركة زوينة، ولكن العديد من العمال الداخل حاولوا ينتحروا، وكاين اللي انتحر. هادشي كله بسبباش، بسبب الضغط والإدهام من هذا. خوتي المغاربة، هما أنك لقاو ناس مساكن الداخل خدامين فيها في شركة سميتهم عطاشة مساكن، ما عندهمش الحد الأدنى للأجور، وما كيتوفروش على أدنى الحقوق، وهما خدامين مع كوكا ولكن ما تابعينش كوكا، شركه اخرى كتستخدمهم وشركه اخرى هي اللي كتمانيبيليهم بهذه الطريقه هذه. اخوتي بالنسبه لهم هما يعني المدراء الكبار ديالهم وهذاك الشيء، يعني فاش كيحصلوا على شي واحد شي حاجه كيصيفطوه بالملاير بالكفاف ديال الفلوس، ويبوسوا ليه راسهم من الفوق، ويضغطوا على الخدام الصغير باش يصيطوا لسيادهم الامريكان والاسبان يصيطوا لهم فلوس. خوتي المغاربة، أنا دخلت في اعتصام وإضراب مفتوحين أكثر من 10 أيام هذه، وغنبقى مستمر في النضال ديالي إلى حين ناخذ حقي. وكنتمنى منكم خوتي تعاونوني، تأزروا معايا، تساندوني في هذه المحنة ديالي، والله سبحانه وتعالى ولي وناصر المظلومين.